وقع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسام بانك وقع خلال اجتماعته السنوية 31 على اتفاقيات لتسهيلات بقيمة إجمالية بلغت 725 مليون دولار. عقدت الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي في ناسو بجزر البهاما في الفترة من 12 إلى 15 من يونيو الجاري، وذلك بهدف تعزيز الروابط ما بين أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمنطقة السادسة للاتحاد الأفريقي تحت عنوان ملكية مصائرنا، الرخاء الاقتصادي على منصة أفريقية عالمية. بدأت المفوضية الأوروبية الطريق لإجراءات العجز العام المفرطة ضد 7 دول في الاتحاد الأوروبي. أكدت المفوضية الأوروبية أن هذه الإجراءات تشمل فرنسا وإيطاليا وبلجيكا والمجر وأيضا بولندا وسلوفاكيا ومالطا، مضيفة أن هذه الدول التي تجاوزت العام الماضي حد العجز الحكومي والبالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي، سيتعين عليها اتخاذ إجراءات تصحيحية للامتثال لقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي في المستقبل تجنبا للعقوبات المالية. أكد بنك إنجلترا أن التضخم في بريطانيا عاد إلى المعدل المستهدف عند 2% في مايو الماضي منذ ما يقرب من 3 سنوات. أكد بنك إنجلترا أن عودة التضخم إلى المعدل المستهدف ليس كافيا في حد ذاته بالنسبة له للبدء في خفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن التضخم في أسعار الخدمات بلغ 5.7% بانخفاض عن 5.9% في أبريل، لكنه لم يتراجع كثيرا إلى 5.5% كما توقع خبراء الاقتصاد. مع تلاشي التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا وهدوء حدة تداعيات الأزمة الأوكرانية، أعلنت بريطانيا عودة التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2% في مايو الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من 3 سنوات. ورغم إيجابية النبأ، إلا أن بنك إنجلترا يرى أن عودة التضخم إلى المعدل المستهدف ليس كافياً في حد ذاته بالنسبة له للبدء في خفض أسعار الفائدة، إذ جاء الانخفاض الأخير في التضخم مدفوعاً بتخفيض فواتير الطاقة المنزلية في شهر أبريل، وهو التأثير الذي يرى البنك أنه سوف يتلاشى في وقت لاحق من هذا العام، متوقعاً أن التضخم سوف يرتفع مرة أخرى. وبحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز للأنباء، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يبدأ بنك إنجلترا في أغسطس المقبل بخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها في 16 عاماً عند 5.25%، بينما تعتقد الأسواق المالية أن أول خطوة للبنك ستكون في سبتمبر أو أكتوبر على الأرجح. إذن هو تفاؤل حذر، أو ربما تفاؤل محفوف بطاقة تشاؤمية نابعة من إدراك واقعي بحقيقة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه بريطانيا، سادس أكبر اقتصاد في العالم، والتي لا تزال تخوض حرب بقاء منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، وما تبع ذلك من تطورات كانت لها انعكاسات واسعة عليها، بداية من جائحة كورونا مرورا بتداعيات الحرب في أوكرانيا ووصولا لأزمة الطاقة وتكلفة المعيشة وانفجار معدلات التضخم، مع تعطل سلاسل الإمدادات بفعل التوترات والصراعات متعددة الجبهات في العالم، لتبقى الأيام القادمة شاهدة على ما ستصل إليه أرقام الاقتصاد البريطاني. وإلى سوق البترول العالمي، حيث ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 7 أسابيع بعدما فاق تأثير التفاؤل إزاء الطلب في الصيف، وأيضا المخاوف من تصاعد الصراعات على تأثير تقرير ذكر أن مخزونات الخام الأمريكية زادت على غير المتوقع. هذا ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة بلغت 0.3% مسجلة 85.53 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.3% مسجلة 81.60 دولار للبرميل، فيما زادت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.82% لتصل إلى 2.51 دولار
سنتا للتر، فيما أيضا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بالغت 1.22% مسجلة دولارين 2.82 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكدت رويترز أن مسؤولا أمريكيا توجه إلى اليابان بعد اجتماعه مع مسؤولين من الحكومة الهولندية لمحاولة دفع البلدين الحليفين إلى فرض مزيد من القيود على قدرة الصين على إنتاج أشباه المواصلات المتطورة. يسعى ألان ستيفنز المسؤول سياسة التصدير الأمريكية يسعى للبناء على اتفاقية أبرمت في العام 2023 ما بين الدول الثلاث لتقييد تصدير تكنولوجيا إنتاج الرقائق المتطورة إلى الصين التي قد تستخدمها بكين في تحديث جيشها.